كابتن حسن فيصل في منطقته بقى. ايوه. عمرو السوليه واليو ديانج في طريقه 4 2 3 1 الثنائي الافضل، ولا اليو ديانج وحمدي فتحي، ولا حمدي فتحي وعمرو السوليه؟ انا طبعا هو هيبقى في تنوع طول الوقت. انا عايز اساله معلش، هو انت كنت 6 ولا 8 احسن؟ كنت ساعات كل هنا وهنا. هنا وهنا. 6 و 8 احسن. 8 احسن. انا شايفها 8. 8 8 اتفضل. فانت شايف الثنائيه الافضل في طريقه 4 2 3 1 ايه؟ يعني في ناس يقول لك مثلا العب ب 2 6 قدام هلعب بواحد ثنائي. لا يعني هو لازم يبقى واحد بيجري كتير وواحد بيلعب كوره، يعني السوليه بيلعب الفرقه كوره وديانج لحمدي، واحد من الاثنين. واحد من الاثنين. ده بقى انا ليه سالتك السؤال ده؟ هقول لحضرتك نقطه ثانيه، لو انا بلعب فرقه جامده او فريق اقوى وكده ممكن العب بالاثنين حمدي وديانج. حلو. لو انا عايز الاربعه اللي قدام مثلا هيرجعوا رجوع بسيط وكده، لان انت في اوقات كتير قوي في الماتش النهارده كان برونو ما بيرجعش، كان بيبقى اتنين بس في نص الملعب، كان السوليه وديانج. فدي في اوقات كتير هتلاقي مع فرق كبيره هيسيطروا على نص الملعب، فانت محتاج ناس تجري اكتر في نص الملعب. عاده المذيع بيعمل ايه؟ بيسال السؤال اللي بيسموه سؤال تمهيدي عشان يسال السؤال الاصلي اللي هو عايز يساله. فده السؤال التمهيدي المتوقع اجابته منك. 3 ولا 2؟ وبناء عليه تمام؟ لو غاب عمرو السوليه مين هيبقى مكان عمرو السوليه؟ حمدي على طول. ما حمدي 6؟ انت قلت دلوقتي هيلعب الاثنين. ما انت قلت دلوقتي ايه؟ انت عايز واحد 6 واحد 8. ما هما في حمدي بيلعب. هسألك سؤال. حسن انا سالته السؤال بتلعب 6 ولا 8؟ قال لك لعبت الاثنين. بس حمدي بيلعب. حمدي ما بيعملهاش بنفس الكواليتي بتاع عمرو السوليه. ده اكيد. صح كده؟ ده اكيد. حمدي افضل. انا هسالك سؤال تاني. محمود متولي برضو اقرب لست. صح. بالظبط. عشان كده انا حاسس انه الاهلي افتقد في سوق الانتقالات بديل عمرو السوليه، تصوري كده. هو ما جابش الديفندر خالص، ما عنده 3 وحوش الله اكبر. فرايك هجيب ايه؟ لا انا معاك في النقطه ديت، لان فعلا انت اللعيب الثمانيه اللي يكمل مع الناس، بس خلي بالك النهارده السوليه ما شفتوش خالص يكمل في ال 18 النهارده، لان هو وديانج واقفين. لو كان ساعات بيروح يغطي مكان مثلا طاهر ما بيرجعش، او مكان مثلا برونو او ما بيرجعش، او عبد القادر لما ما بيرجعش، فكان بيروح ده يروح كده او ده يروح كده، كانوا بيلعبوا عرضي الاثنين مش طولي. يعني الثمانيه ما كانش بيلعب فيه خالص السوليه. منهم كده كده ده اكيد. طبعا دي تعليماتك. مش هيزيد بخمسه. بالظبط. انا بزيد باربعه وفي اتنين واقفين. بس في الدوري الامر هيختلف. انت برضو كنت حريص النهارده، يعني زي ما احنا اتفقنا كان هو بينظم الفرقه بشكل كويس، هو ما كانش بياخد ريسك. بس انت احيانا في الدوري هتبقى محتاج تاخد ريسك بشكل هجوم، انت عايز تطاري اللعيبه كلها تهاجم عشان. فاعتقد انه عمرو السوليه، بقعد افكر في تشكيله النادي الاهلي كل اللاعبين ليهم بدائل تقريبا واضحه، لكن عمرو السوليه ملوش بديل. لا أكيد. بس انا يعني مبسوط من حاجه يا كابتن، ان رتم الاهلي بقى لقدام. فاكر انت من فتره قلت لك الاهلي مش اللي بيرجع يقفل، حتى انا قلت لك سواريز زي مش عارف مين. فاكر انت كانوا بيقابلوا من نص الملعب في الدوري هنا. دي كانت كارثه. انا بالنسبه لي دي كارثه، مصيبه. اتكلمت معاك فيها. النهارده النادي الاهلي بيقابل من قدام من في تونس. في تونس بالظبط. ما احنا اتحاد المانشستيري تاني الدوري، وزي ما حسن قال لك كسبان مين ومين ومين، النجم الساحلي والافريقي وكل الفرق الكبيره طبيعي يعني. وبطل تونس طبيعي، فرقه ثقيله. بس هم كانوا عاملين حساب الاهلي قوي بالظبط. والراجل المدرب بتاعهم ده شايل 4 قبل كده من الصيف طبعا، فعامل يعني حساب جامد وراجع لورا قوي قوي. ان الماتش اللي هنا هيبقى متعب. هيبقى متعب. يعني مش فارقه معاهم حاجه، هم خلاص خسرانين واحد، فهيجي يلعبوا كره هنا. هيخرج من الدفاع بقى. هيبقى ده خلاص ممتاز. عنده عبد الشيخاوي ده لعيب كويس قوي. ممتاز. وزياد العلوي ده كويس قوي. وعبد القادر الجزائري ده اللي معاهم. في عندهم 3 من فوق كويسين قوي. بس النهارده ما كانش طريقه اللعب بتاعته فهنا هيتعبونا شويه.